مرحبا بيكم طبعا كلكم، وانا سعيده ان انا يعني قاعده في مكاني ده. دي اول مره ليا احضر فعاليات سمبوزيوم اسوان. I welcome you in my place here. It's the first. شرف كبير ليا ان انا اكون قاعده على المنصه دي، وكنت اتمنى ان استاذ ادم طبعا يكون موجود، بس هو اعتذر لظروف صحيه، واحنا كلنا بنتمنى له الشفاء العاجل، وان شاء الله يحضر معانا فعاليات السمبوزيوم في أسوان. كلمة صغيرة كده وأحب يعني أتكلم معاكم فيها. طبعا أول حاجة بيسرني أن ألتقي في المؤتمر الصحفي الخاص بسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت. I prepared actually